اذا الحالي بصوت، اذا الحالي بصوت، اذا مو الحالي بدون صوت افكر. عند ناس مثلا قلت سالفه كيف تكلم نفسك؟ اقول في ناس مهلوس ايش حدنا والله يا ولدي ما حد ضحك سولفت مجلس يعني بيني وبين نفسي هذه ايش السالفه التعبانه دي؟ ايه ولا مثلا سويت حركه ايش تسوي زي كذا؟ متى انا اقول لك لا تسوي وانت تسوي؟ ايوه اقسمت ولا الحالي؟ اذا الحالي اقول يا الله لو مدري ايش كذا بكره بسوي كذا 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 مثلا عندي اختبار بكره بنام اسولف مع نفسي تخيل ورد عليك واحد يقول ايوه طيب وش شعورك؟ احنا فيك جني انت عبد العزيز؟ لا تسولف مع نفسك هذه طبيعي ولا واحيانا حتى وانا هذا اقول الحين